بسم الله الرحمن الرحيم. عبر قناة كينترا 36 جاونا كثير من الأسئلة حول أمراض الجهاز الهضمي، ونحاول الآن في هذا الفيديو إن شاء الله أن نجاوب على بعض منها. فلكونها تتشابه الكثير منها تتشابه في الموضوع، فقررت أن نجمع بعض الأسئلة، جوج ثلاثة أربعة الأسئلة نجاوب عليهم في مرة واحدة. فالسؤال رقم واحد عند الشخص يقول: أنا كان عاني من هذه 5 سنوات الانتفاخ والغازات، خصوصا بعد تناول القطاني والحوامض، ما هي المأكولات التي يجب أن أبتعد عنها؟ المشكلة الثانية هي مسألة القبض أو الإمساك. الشخص الثاني يقول: عندي انتفاخ في المعدة غير عادي وغازات، ما العمل؟ الشخص الثالث يسأل: ما هي أسباب انتفاخ في المعدة والعلاج؟ الشخص الرابع يتساءل عن عنده انتفاخ ونغزة في المصران بعد الأكل، ما هي وسائل العلاج؟ فنحاول كما ذكرت في الفيديو السابق نذكر هاد الناس بأن من بين الأسباب ديال انتفاخ البطن وتكون الغازات هي بعض الأطعمة كالبقوليات، من بين الخضر كالقرنبيط، الملفوف، البصل، بعض الدهنيات، بعض مشتقات الحليب. فمن هذه الأطعمة هذه الواحد خصو هاد الناس خصهم يتجنبوها. ثانيا يتجنبوا كاع مسائل اللي تسبب لنا التوتر والقلق والانزعاج، ايضا عدم ابتلاع الهواء عن طريق الأكل السريع أو الشرب السريع، وأيضا تجنب التدخين، ممارسة بعض الرياضات. هذه كل ما يمكن أن أقول في هذا الموضوع. كاين سؤال متشابع عند جوج الأشخاص، ما هي أسباب قرحة المعدة والعلاج؟ أسباب قرحة المعدة والعلاج. السؤال الشخص الثاني: عندي ارتفاع كبير في الحموضة، ما هي وسائل العلاج؟ هنا يمكن نقول بأن أسباب قرحة المعدة فأكثر من 80% تتكون هي الجرثومة البوابية أو ليليكوباكتر بيلوري، والسبب الثاني اللي بأقل درجة وهو ليبراسيديتي الحموضة، كثرة الحموضة. العلاج هنا لا، كانت هذا الالتهاب بدون جرثومة بوابية تناخذ اي بي بي اي مضاد للحموضة بوحده. إذا كانت زائد بأن كاين هذه الجرثومة البوابية للكوباكتر بيلوري، فتنعطيو هذا المضاد الحموضة زائد 3 مضادات حيوية، ثم من بعد العلاج تنعملو كونترول ديال هذه الجرثومة واش قضينا عليها أو لا. واحد الشخص يسأل: المشكلة الثانية عندي هي القبض، فمن بين النصائح اللي تنعطيو للناس اللي يشتكون من القبض او الامساك، فهي شرب الماء بكثره بوفره، اكل الخضر سيرتو الخضراء اللون، يمكن ان يتناولوا زيت الزيتون، ملعقه كبيره من ماده النخاله مثلا، بالاستعانه مع بعض الادويه التي تسهل ممر الطعام في الأمعاء. دونك هذه هي الأسئلة اللي كانت عند بعض الأشخاص. كاين هناك سؤال عند واحد السيدة قالت: واش استعمال وخا هو غير مندرج في أمراض الجهاز الهضمي، أنها تستعمل الأنتيبيوتيك مع مادة المغنيسيوم، فهذا ليس له انعكاسات على الصحة،
ممكن استعمال معا. فتنتسناو الأسئلة ديالكم على قناة كيني 36، وفي انتظار ذلك دمتم بألف خير، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحصة القادمة.